نلتقي مرة كل عام في نهاية موسم قصير الثقافة الدولي لسبب رئيسي كبير. نتلقى بشكر السكان على الصبر ديالهم وعلى اللطف وعلى الطريقة التي أشاد بها الجميع لاستقبلت بها الضيوف. كلهم يلهثون بلطف الزيرسيات والزيرسيين في الحواري، في الأسواق، في كل مكان. احنا ما عندناش كيفاش نرد لكم هذا الجميل إلا بالترحاب بكم علنية، يعرف الجميع أنكم مقدرون ومحبوبون، ونحن نعترف ونقيم هذا المجهود الذي يبذله سكان أصيلة من أجل استقبال ضيوف المغرب، لأن هذا كيجي من أصيلة يمشي نولي ضيوف المغرب. موسم هذا العام كان موسمين. الموسم الأول كان في شهر يوليوز، وكان موسما تخصص في الفنون التشكيلية. السيدة خدوج اليارولي أرملة المرحوم محمد النسوة. نحن الآن في نهاية فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 44 الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا الموسم كما شاهدتم قسمناه إلى قسمين، حلقتين، واحدة في الصيف وواحدة في الخريف. وأود هنا أن أؤكد أن بلادنا ولله الحمد حين تستقبل ضيوفها من العلماء ومن المفكرين ومن السياسيين ومن الإعلاميين يشهدون ما يتمتع به المغرب من حرية ومن استقرار وأمن. كانوا يتجولون في كل مكان في أمن كامل ليلا ونهارا. الندوات أيضا كانت ندوات متقدمة و يعني تتعلق بقضايا الساعة، سواء بالنسبة لإفريقيا أو بالنسبة للعالم العربي أو بالنسبة لأوروبا. هذا العام في خيمة الإبداع كان هناك شخصية مغربية عالمة تم تكريمها، وهو الأستاذ سعيد بن سعيد العلوي الذي كان ضيف خيمة هذا العام، وشارك في تكريمه قرابة 25 من الأكاديميين المغاربة ومن المبدعين. هذا العام كذلك استضفنا ندوتين. حقيقة كل الذين حضروا الندوتين وخاصة من الأجانب أعجبوا وكانوا يرددون كلهم شاهدنا اليوم مغرب غد. هاد الجائزة هادي كتجي كتتويج لهاد الجمعية الرياضية اللي هي أول فريق ديال مدينة أصيلة من طرف منتدى أصيلة وعلى رأسهم معالي الوزير السي محمد بن عيسى، اللي كل سنة كيكرم عدد كبير من الإخوان لا الرياضيين ولا الثقافيين والأمهات وكل شيء. عاود كل سنة كيكرموا رياضي ديال مدينة أي رياضي ديال مدينة أصيلة، وهاد السنة لي الشرف أنني ناخذ هاد الجائزة هادي باسم نادي الشباب الأصيلي. أنا الأب ديال هيثم الصيدي. كنشكر منتدى أصيلة على هذا التضامن اللي كيعملوا معنا كل سنة، وكنشكر هذا الجائزة اللي عطاونا هيثم. مستوى الدراسي الثالث ابتدائي، وكنتمناو هاد الشيء هذا نزيد لقدام وكل عام نشوفوا ما أحسن. وكنشكر منتدى أصيلة اللي كيكرم أهالي مدينة أصيلة كل موسم على هذه الاستضافة، شكرا جزيلا.
وتحصلت على الرتبة الأولى في العلوم الفيزيائية خيار عربي بمعدل 17.34، والحمد لله بفضل هذا المجهود هذا وبفضل المجهود والمثابرة ديالنا قدرت نتحصل هذا المعدل اللي خاولي أنني نتحصل على دعوة بأنني ناخذ الجائزة، نسلم الجائزة ديالي اليوم هنايا. وشكرا، كنبغي نتوجه بجزيل الشكر للمؤطرين ديال هذه الأمسية. شكرا. في الثانية باك علوم الحياة والأرض، جيت أنا الأولى. أنا سعيدة بزاف حيت غنسلم الجائزة. شكرا بزاف للمنتدى أصيلة اللي كيشجعنا. وأنا ما كنتش كنتصور خاطروني في هذا المهرجان، فأنا فرحانة بزاف. شكرا. شنو من كتهدي الجائزة؟ من ماما وراسي. الثانية إعدادي، أنا يعني سعيد جدا بهذه الجائزة أنني يعني فزت بمنتدى أصيلة للكتابة، وهذا شرف كبير ليا، وحاب أنني نشكر والديا على المساعدة ديالهم والمساندة ديالهم، والأستاذ ديالي مصطفى البعليش يعني حتى هو ما قصر الصراحة، وكل الشكر لجميع الأساتذة ديالي، وشكرا جزيلا على الجائزة. يتشرف خادم جلالتكم حفظكم الله ورعاكم بأن يرفع إلى علم الجلال الشريف أعزه الله نيابة عن نفسه وعن أعضاء مؤسسة منتدى أصيلة أعمق مشاعر الوفاء والإخلاص والولاء لشخص جلالتكم وللعرش العلوي المجيد، وأن يعرب لكم عن أصدق عبارات الشكر والعرفان على كريم رعاية جلالتكم السامية بموسم أصيل الثقافي الدولي 44 الدورة الخريفية المنعقدة من 6 إلى 26 أكتوبر 2023. أريد فقط أن أقول لكم في نيتنا، إذا طول الله في الأمر تبقينا صحيحين، أن نقول وداعا لموسم أصيل الثقافي 44، وعاش موسم أصيل الثقافي الدولي 45. Thank you.